قناتي على اليوتيوب مقسمة بين فيديوهات توب 10 وفيديوهات كول اوف ديوتي، بس من فترة لفترة احب انوع والعب العاب تانية نفس باتل فيلد، ببجي وايبكس ليجند. ايبكس ليجند هي من اكثر الالعاب المتنوعة بقناتي اللي الناس يطالبوني ارجع احمل عنها فيديوهات، ففيديو اليوم راح يكون عن لعبة ايبكس ليجند. قبل لا نبدا بالفيديو بس حاب انوه انه شركة اي اي اعطوني 20 كود لكوينز جوا لعبة ايبكس ليجند، فعليا 20 كود، 10 اكواد كوينز على البلاي ستيشن 4 وعشر اكواد على البي سي. طبعا مو اكواد للعبة نفسها، اللعبة مجانية فيناك تحملها على البي سي، بلاي ستيشن، اكس بوكس، الرابط موجود بالوصف، بس اعطوني 20 كود لكوينز اعطيه لكم كجيفوي. فسبع اكواد راح تكون جيفوي بهالفيديو، سبع اكواد بفيديو قادم للعبة ايبكس ليجند هالكم يوم، وسبعة وسبعة 14، وباقي ست اكواد راح تكون جيفوي على حسابي على تويتر. فشارك حسابي على تويتر في هناك جيفوي، وفي جيفوي على هالفيديو على كوينز. كل عليك تسويه انك تكتب بلاي ستيشن او بي سي اذا بدك الكود على البلاي ستيشن او البي سي، وتكتب ايميلك او اي وسيله تواصل معك عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك واعطيك الكود. طيب ادري انه عدد منكم ما يعرف شو لعبه ايبكس ليجند، فخليني اخبركم شو هي اللعبه بشكل جدا سريع. هي لعبه باتل رويال جدا ناجحه وجدا ممتعه، اللي يميزها عن غيرها من العاب باتل رويال انه فيها شخصيات. قبل تفوت على الجيم تختار شخصيه، كل شخصيه عندها ابيليتي صغير وابيليتي كبير. وحاليا موجود سيزون 6 او الموسم السادس بلعبه ايبكس ليجند يلي فيه شخصيه جديده باسم رامبارت. هالشخصيه عندها خاصيات خرافيه، عندها الميني جن اللي هو فعليا رشاش تثبته على الارض وتصير اي واحد تشوفه تنزل فيه رش، وعندها الخاصيه الصغيره اللي عباره عن شيلد. شخصيه جدا رهيبه رح نلعب فيها فيديو اليوم، في اسلحه جديده بتمشي فيها قدامكم، في باتل باس جديد، وفي كثير تغييرات مع الموسم السادس، اهمها انه حاليا فينك تشتري اشياء، فعليا تنزل محطه بالماب وفينك تجمع فلوس تروح على المحطه هاي وتشتري سواء سلاح او درع او اشياء غير. طبعا فلوس جوا اللعبه مو فلوس حقيقيه. وغير هيك في سيرفرات بالشرق الاوسط، في سيرفر بالبحرين، ففعليا قاعد العب على بينج 10، شيء جدا رهيب. واخر شيء حاب انوه عليه انه ايبكس ليجند ولينوفو عملوا بارتنر وعملوا موقع اسمه experiencesmarter.lenovo.com/legion، انتم شايفينه قدامكم وموجود بالوصف حاليا. هالموقع اذا كنت من لاعبين ايبكس فوت عليه وفينك تفوز بكوينز جوا اللعبه بشكل مجاني. فعليا في مثلا تحديات اللي هو تفوت على الموقع وتدور وين في شعار ايبكس وتروح تضغط عليه وراح تربح كوينز، في تحديات اسبوعيه بتعطيك كوينز، وفي اختبار كويز تروح تجاوب على اسئله باللعبه وكمان راح تربح كوينز. فاذا ودك تربح كوينز مجاني غير الجيف اوي بهالفيديو شيك اول لينك موجود بالوصف، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، فحاليا رح ندخل ومعانا الراغد اكس دي. يا هلا والله، شو وين اليوم؟ يلا بكريك شو نسوي؟ لنشوف. طيب رح العب بشخصية رامبارت، هي شخصية جديدة لسه ما لعبت فيها ولا مرة، عندها ميني جن مثل واضح. طبعا اللي شايف فيديوهات ايبكس قبل، انا محترف بميراج، ميراج عندي فيه تقريبا 1000 قتلة، ورغيد محترف ب بامبوزل. لا لا انا هالشخصية اول مرة، يعني انا ما بلعب فيها كثير، باقي الشخصيات مقتل اكثر. شوف الكذاب، على فكرة شباب راح تشوفوا هلا الكلات بهالشخصية عند رغيد، هذا اعلى كلات، هاي اقل، هاي اقل شخصية، الباقي الاف، هاي 400 شيء. اوكي يا ولد روح يا ولد، فانه هاي المين اصلا تبع رغيد، انا المين تبعي بامبوزل. نختار رامبارت. انا اي شخصية اجرب؟ يلا راح اجرب الشخصية. تلعب بغير هاي بتدرب عليها شو؟ ادخل انط على الازرق ولا صلنا زمان ملاعبين اللعبه بلا الفضايح؟ صلنا زمان يا ولد، بلا فضايح يا ولد. اوكي بلا فضايح، بلا فضايح. طبعا شباب نحن من زمان ملاعبين اللعبه، يعني انا ورغيد كنا ادمان على هاللعبه، كنا نلعبها بشكل يومي، بس سحبنا فتره، فيعني ممكن تلاقوا شوي انحدار بالمستوى بسيط جدا. ما عليك، اللاعب لعيب الحين دعسهم. الله الله الله، صح شباب، ورابط قناة رغيد بالوصف، روحوا فجروها لايكات وسبسكرايبات يا لد. يا ويلكم يا ويلكم. خوينا عم يتدمج، وين؟ ضارب ضارب. اخي رايح لحاله هاد. ما علي ما علي. ما في ما في، انت متحمس مره. تعال تعال يا ولد، شو فيك؟ وراك وراك، كمل كمل. ريلود. والله حول. انا ما عندي امو. شلته شلته بطلقه سنايبر. اوه التفنيش. نايس.
اوكي انا رايح اعيش خوينا اوكي مش لا يطلع يلا ايوه قدامك قدامك بكون عمل سلايد بينه لمسه يلا 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 مات واحد حطيت الميني جان تبعي بس هرب وين وين شايف واحد متكت. شايف انا قتلت انا قتلت واحد والثاني مش شايفه يا حرام لو ما هرب طلع شوف الميني جان تبعي آه رغيد 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 هلب 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 ضربة 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 فعليا او اقل يمكن ايوه ايوه سوى بورتل يا ليل طب تعال 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 عمل لي عمل لي ريفايف عمل لي ريفايف انت حميني انا رح اجيب صاحبنا حط سموك حلو حط سموك على الاخضر حط حط سموك في جايين لعنا سامع اصوات أيوة. انا هربت انا هربت عبي هيلث ارمي ارمي سموك على صاحبنا عبيد عبيد امجو كفو ايوه ندعس يا وا انا رايش لك نلوت قبل تعمل ريفايف احسن لاخذ لك اللوت الحلو لانه اصفر خليه خليه ما انت ما شاء الله عليك شكلك ما لا والله لسه ما اخذ شيء اخذت بس الخلاط ما عم تحكي اي نيد هيلث لما حطهم فوق كأنه صوت شخصتك نفس سمترا سمترا من اوفر واتش ايوه هلا تحكي اي نيد هيلث ايوه نفس اي نيد هيلث اوفر واتش حتى تليبورتر اون لاين تعال خذ تليبورتر لا اوفر واتش بتحكي اي نيد هيلينج ايوه تخيل نفوز واحنا ساحبين على اللعبه 4 5 شهور ونفوت اول جيم وين والله عادي ما تستبعد باقي 17 باقي 14 ها عندي 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 راح طاح هذا ما مات ما مات اصحابه موجودين فنشته فنشته قتل صاحبه الثاني والله والله لسه عندنا لعب دحمه يا اخي اوكي رغيد انا اسف اخذت الشيل الاصفر عندي عندي ناس عندي ناس اوكي نحن بعاد عنك بعاد عنك حاول دو نوتنج اوكي اوكي رميت 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 سموك هربت اوكي تعال خلني احط الميني جان تبعي خلني احط الشيل تبعي وين امهم يا واد كانه عندي شيلد احمر شو شيلدي بس صح ما 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 شيء جديد شيء جديد هات ما بعرف انت شايفه 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 شو اسمه شو حرك اسمه حرك حرك, الزون حرك, الزون حرك 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 انا دمجتهم بما فيه الكفايه انت انت هاي لك الصواريخ ايوه 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 عم بيعمل فوق 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 معي 10 طلقات انا معي بس 10 طلقات راح ارمي عليك سموك لا لا ما ترمي انا حاط شيلد وعم دمجهم يا رغيد خربت علي يا اخي شفتوا شفتوا جايينك انا انت انت لفيت عم عم تخدرهم اوكي ايوه 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 دمجته منيح نطيت لك نطيت لك طيب اوكي ما ما فيني اعمل لك ريفايف استنى اوكي هسوي لك هو فوقني بالضبط فوقني بالضبط هذا هو قتلته قتلني قتلته قتلني فاك حلو حلو اجى اجى صاحبنا ريفايف 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 حلو المفروض كان يعمل لك انت اول وترمي سموك مش مشكله يلا تعالي شو فك 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 لا حرام شكله والله يموت حرام حرام جي يا جي 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 بس بالنسبة لأول جيم جي جي الصراحة طيب شباب هذا جيم تاني معنا بلخي اللي مفروض انه محترف بهاللعبة يا هلا ايوه هلا نحن انا وبشار بس علينا نموت ونكرينا هذا المفروض يعني فنحن بس نموت وهو رح يجيبنا الوين بالضبط هلا انا خايف يصير العكس
تعال تعال. انا مش ملاقي شيء. جايكم 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 جايكم. القوم يا حبي جاي. يا هنموت يا هنموت. ميني ايوه عم يطخوني عم يطخوني. كفو الكاري. اوكي 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 شباب. لا لا ايش اسحب اسحب علي اسحب علي اسحب علي. في 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 سموك ولا في سموك. عندي سيلف ريفايف يا رجال. خلاص I know what I'm doing. بس انا عندي عندي سيلف. خذوها لا لا خذوها لا لا. طيب السيلف لبعدين. باقي واحد باقي واحد باقي واحد. قومه قومه قومه. ما قومه ما قومه. ثواني ثواني. اوكي اوكي. في بامبوزل هون في بامبوزل هون. ها في بامبوزل هون. هذا الاصلي هذا الاصلي هذا الاصلي. بعرف بعرف بعرف. ما عندي امو. سوى له ريفايف. انا هربت. راح خاطر راح خاطر خاطر. وين حلو. جي 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 جي. مشان الفوز انا راح العب بميراج. طيب يا شباب دخلت حاليا بميراج المين تبعي تقريبا 900 كيلز. ف ان شاء الله هالجيم وين. وطبعا هذا الماب جديد. هم حاطين نظام جديد باللعبه كل ساعه يتغير الماب. فصراحه هالماب شكله خرافي. يا بلخي يا بلخي. معنا ناس. شو بشار داخل تلعب فارم هاوس؟ ايوه بدنا جيم يا اخي نلوت ونفوز فيه. ما عليك نكتب. انا عندي اثنين. ها يا بلخي يا بلخي من ما كان تلوت فيه يا زلمه. سبحان الله. اوه اجونا ورانا. وين انت؟ بشار وين؟ اسكت اسكت شوي خلني اركز. انا على الرغيد. حلو اخذت البانر. اسمع الشوت جن لسه قوي صح؟ هذا اللي كان ذهبي. ايوه بس لا لا تطلق من بعيد قريب كثير. قتلته؟ بس تعال يمكن في غيره. تعال. ايوه عندي عندي هو من ورا. طيحته قتلت اللي عندي. شباب لا تموتوا بس لحد يساعد الثاني. بس ما تحتاج سلاح. خذ خذ انا ما لقيت بس اللي هي بشار الجرد. بشار افرض لما تسوي لي الفايف تختفي. أنا كيف؟ نايس كيفك؟ بقول لك قووه. ميراج طب اهرب اهرب اهرب. ابدا ناخذ تاج رغيد. عندي 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 هم عندي. يا ليل دا. لا 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 مش شخصية كثير بطيئة. ايوه هذا بلخي يا اخي اللي منه اياه. شلون؟ على فكرة راح ينقضوا علينا هلا. ما حكالك. هو قلت لك. ما هو انا عم نبدا رغيد. انا بالنسبة لي مطمن. تليبورت
التلبورت نفقع بس المشكلة ما راح يكون معكم اسلحة. عادي 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 عادي. نايس. راح وين في ناس؟ تعال تعال شو رايكم من برخي؟ تعال تعال بالبالون. ننقض عليهم. مش شايفيني على فكرة، هني مش شايفيني. ننقض عليهم قبضة النمر، تعال. والله أنا خايف من قبضة النمر هاي. لكم هذوكم. نطلع فوق. فوقهم أيوة أيوة فوقهم. أنا والله إيمي مضروب شوي. حلو الصواريخ وقتها. نايس نايس يا عيال. ايوه كده في هبلاك. هجموا 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 هجموا. انا عندي عندي بغيد عندك بالضبط. بغيد والله شالني شالني يا اخوان. اسمع رح استنى لاخر العاصفة، رح استنى ل 15 ثانية ادخل اطلع بالحبل واجي اخذ التاجات تبعوتكم على 10 ثواني على 10 ثواني على 15 ثانية. ايوه لك يلا خذها وروح ابقع الفضوح. هيل خذ هيل لو ما عندك. بغيد انت ولوتك مش انا هذا على فكرة. انا الاصفر جيدي. هدول شو يعني واقفين عزون؟ استنوك. استغفر الله العظيم واتوب اليه. لا تعصب لا تعصب. اي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك واشتركوا بالجيف اواي عن طريق التعليقات، واذا بدك تحمل اللعبة راح تلاقي اللينك موجود بالبايو. وبس كان معكم شركية وشركة كيش كوميدي هاتان. ان شاء الله مع السلامة.